وايه كمان ايه السبب في التاخير في اعلان ملعب النهائي؟ ليه مستني قبل المباراه النهائيه باسبوع ولا باسبوعين وبتاع؟ يعني مش فاهم ازاي بصراحه، ازاي قبل المباراه النهائيه بطوله الدوري اكبر بطوله في القاره الافريقيه ده، يعني بعد كاس الامم مع المنتخبات دوري ابطال افريقيا، ازاي مستني قبل النهائي باسبوع ولا ب 10 ايام وبتعلن عن المباراه النهائيه؟ مش عارف. والكلام اللي طالع ان بنسبه كبيره في محمد الخامس، يعني والحكام كمان يعني بصراحه موضوع الملعب كارثه، موضوع الحكام اكثر كارثيه. يعني انت سايب ماتش زي ده وجايب فيكتور جوميز في ماتش زي، يعني غريبه جدا برضو، حاجات الواحد بيشوف حاجات. ما ده هيفتح على نفسه الشبهات يا كابتن اسلام. فبتفتح على نفسك ان انت عايز تجامل الوداد، خلاص بقى ده من حقنا هنتكلم في الموضوع، لان انت بتجامل. خلينا نقول يجامل اي فريق لانه في النهايه. لا ما هو معلش يعني يا كابتن اسلام، ما هو الوداد كسبان 3-1، ففرصته في الوصول للنهائي تكاد تكون 75%، نفس فرصه النادي الاهلي. في 25% لوفاق ستيف وفي 25% لبيترو اتليكو، لكن من المنطق ان خلاص النهائي بنسبه 75% ما احطش في ملعب محمد الخامس، لان الوداد بنسبه 75% في النهائي. يا اما كنت اعلنت من بدري ما كانش حد يتكلم ولا حد اعترض. يعني البطوله من اول يوم يا جماعه النهائي يبقى في محمد الخامس، الكل خلاص ده يبقى فعلا دافع للوداد ان النهائي يكون في محمد الخامس. وبيبقى حقهم الكامل. لا وموضوع الترشيحات واخد حماسه كلعيبه ثابت غريب قوي، يعني المنطق حتى اللي بيتامن اصدقائنا في المغرب والنقاش اللي داير دلوقتي على السوشيال ميديا، يا جماعه ما احنا تقدمنا انتوا ما تقدمتوش. طب انا عايز اسال هنا سؤال، لنفترض اتقدمت كل سنه وانت ما تقدمتش، هل ده معناه ان الكاف هيجي يوافق ان فاينل نهائي دوري الابطال يقام سنويا في مصر؟ لو احنا افترضنا، بقول نفترض يعني احنا الوحيدين اللي قدمنا ملف، يعني المنطق ده حتى برضه مش منطق، يعني الكلام ده المبرر ده مش منطقي. اللي هو ان هم بيقول لك ايه في الاجتماع اللجنه التنفيذيه، اجتماع المكتب التنفيذي، المغرب قدمت لدوري الابطال والسنغال ونيجيريا، وحصل التصويت على الثلاث ملاعب دول. يقال يعني دي التسريبات يعني. انا بس ما هو دي تصريحات رئيس الوداد دلوقتي. معلش انا عايز بس دي مهمه جدا. يعني ايه يقال وتسريبات؟ يعني انا زهقت الحقيقه الكلام ده، لانه انا بتكلم على طب ما هي الدعوه يا كابتن اسلام تسريبات. اكمل بس النقطه دي، والتسريبات بتيجي في المغرب بالذات. اكمل النقطه دي. احنا بنتكلم على مؤسسه كبيره جدا جدا، الاتحاد الافريقي ده، صح؟ هل ينفع اقول تسريبات؟ امتى هيقولوا لنا الحقيقه؟ حقيقه يعني الحقيقه هتتقال يوم الاثنين تقريبا، مفروض. مفروض خلال ايام طبعا، ما فيش وقت اللي جاي. طيب او الرسمي يعني هيقال الاثنين. هو ليه يا فندم حضرتك مستني كل ده؟ وليه بتقول تسريبات؟ وليه بتعمل كذا وليه بتعمل كذا على الرغم ان الموضوع بسيط؟ عشان هو عارف ان هو موقفه ضعيف. ما هو زي بالظبط الدعوه بتاعه انفانتينو، دعوه الاتحاد الاوروبي لبوتسيبي، طلعت تسريبات. ده مش تصريح رسمي على فكره، وكلنا متاكدين ان الخبر صحيح 100%. بوتسيبي نفسه لما جه قبل الانتخابات قال يا جماعه في فتره، اذا يعني قدر لي ان اقود الكاف وابقى رئيس للكاف، كل الاخطاء اللي حصلت في عهدي احمد وعيسى حياته مش هتشوفوها تاني. من ساعه ما موتسيبي مسك الكاف احنا ما شوف، احنا كل الحاجات اللي شفناها في عهد احمد اتقارنت واسوء. يعني انا ما اعتقدش في عهد احمد التحكيم، ملف التحكيم افضل شويه على الفار. يعني ملف التحكيم انت في الاخطاء اخر سنتين. نعم. اخر سنتين في نص النهائي، انت في السنه مثلا السنه دي انت شوف الفار في الماتش بتاع امبارح. مصر وبتتكلم على عامه؟ لا عامة هقول لك مثلا، لو عامة هقول لك فضيحة ماتش تونس ومالي. لا انا بتكلم على ماتش الفار، على ماتش انهى مباراة رسمية في كاس قبل وقتها مرتين. بتكلم على ماتشات من دور الثمانية، من دور الثمانية تحس ان وجود الفار قلل الاخطاء شوية. بدليل في نص النهائي امبارح قلل نوع، يعني بدأنا نشوف نوعا من العدالة التحكيمية. انت فاكر ايد انرام وفاكر الحاجات اللي كنا بنشوفها؟ دلوقتي اترحمنا شوية، بقت الدنيا اقل شوية. يعني ما المفروض مثلا في مباراة بس ما كانش فيها فار، صحيح؟ في النهاية مباراة سان داونز الأولى اللي كانت في مصر. نعم. اللي هو الحارس طلع بالكرة من بإيديه من بره. أنا بقول من بداية دور الثمانية، يعني امبارح مثلا كان في تسلل على النادي الأهلي، هدف تسلل كان فعلا صحيح يعني منهم. نعم. ولغوه برضه كذلك الطرد. لا لو ما كانش كويس، لو ما كانش الفار موجود كان في الطرد. كذلك في مباراة الأهلي والترجي السنة اللي فاتت. نعم. كان في طرد لطاهر محمد للاعيب الترجي لصالح طاهر محمد طاهر، الفار اللي جابها، فالفار بدأ يحسن الدنيا.